السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من العاب طماطم. جايب لكم اليوم اخبار حلوه كثير 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 في لعبه احنا كثير بنحبها وبنلعبها، وانا شخصيا معجب جدا باللعبه هاي وبلعبها دائما. في لها تحديث قادم بالطريق، لعبه شارع الموت جاي لها تحديث. باخذ معي 3 ثواني، اسمع صوت التيربو وعلك معاي مش راح تنساني. اسمع صوت التشغيل راح تحس بانتعاش، صوته باخذك خزي وراك العام 16. ارفع عند البنك على الاول ضلك طالع، ادعى الساجي مع راعيش ونحرق وقت الشارع. هلا بالعيال، اهلا وسهلا فيكم مره اخرى. انا كثير تحمست على تعليقاتكم على الفيديو السابق تبعت هز الحديد، كان فيديو اسمه شيل الشرطه، وعلقتوا تعليقات رهيبة واقترحتوا اقتراحات واعطيتوني شيلات عشان نضيفها واعطيتوني شغلات حلوة. فقبل ما نحكي عن شارع الموت وعلى التحديث الرائع اللي راح ينزل على شارع الموت وعلى الإضافات الرهيبة، خليني استعرض شوية تعليقات من هز الحديد. هلا والله. المهم التعليقات، في عنا تعليق أول واحد راح ناخده من يوسف بحكي لي حط شيلة حان الوعد يا لابتي، جاي عليه 45 لايك. يا حبايب قلبي، شيلة حان الوعد موجودة، بس بتقدر انك تلعب وبعدين تطلع لك عشوائيا، هي راح تجيك يعني اخرتها لازم تسمعها. طيب في عندي كمان من يزن KSA999 بحكي لي الشيلة، هو بده الشيلات واغبني من نظرة الرجال، عليه طبعا 41 لايك، والعبارات اركد فديتك وعداك العيب. الشيلات موجودات، تنتين اللي انت ذكرتهم موجودات، وكل الناس اللي عملوا لايك على راسك، بس الشيلات موجودين واحنا حاطينهم اوريدي. بالنسبه لاركد فديتك وعداك العيب، ابشر راح نضيفهم ان شاء الله على التحديث. اركد فديتك وعداك العيب. في عندي نواف التميمي طلب شيله ياهل الهليكس، ياهل الهليكس يعني الهايلوكس، ابشر كمان راح نضيفها على اللعبه، هي اصلا مش موجوده بس راح نضيف لك اياها. في عندي كمان من مشاري جيمينج بيحكي لي حطوا شيلة حبيبي شرب شاهي بنعنع، موجودة الشيلة كمان يا حبيب قلبي، والعبارات كفو يلد والله انك شنب. في عندنا قسم متخصص راح يسجل لك هاي العبارات ويطلع لك يا ابشر. في عندي كمان 15 الحربي بيحكي لي شيل الكلمة اللي يقول ادعس يا خكري، ابشر خلاص شلناها اصلا ولا يهم. اقول ادعس يا صراحة تعليق. في كينج غر دوت جو بيحكي لي شيل الشرطة، لا يا شيخ، يعني الفيديو اللي قبل كلياته احنا بنحكي انه عن شيل الشرطة شيل الشرطة، بعدين ترجع تعلق بنفس التعليق، اوكي مش راح نشيلها بس راح نحل لك المشكلة، تمام. المهم هاي التعليقات اللي اجت بالنسبة للعبة هز الحديد، وابشروا التعليقات كلياتها ان شاء الله راح ناخذها بعين الاعتبار وراح نحاول نساعدكم ونعمل اللعبة حلوة بقدر المستطاع بالطريقة اللي بتناسبكم. المهم تحديث لعبة شارع الموت رح يكون كالآتي، رح نضيف لكم فيها شيلات، رح نشيل الأغاني المخيسة اللي فيها ونحط لكم شيلات، تمام؟ ورح نشيل الحواجز هسه وأنت ماشي. في ناس كثير طلبت بالتعليقات إنه بدهم سيارات رايحة وجاية، فهاي الشيء موجود بشارع الموت، بس رح نشيل لكم الحواجز، يعني أي حاجز موجود غير السيارات أو حاجز يعني ما بتكسر رح نشيله، بس رح نخلي حواجز قابل إنك تكسرها وأنت ماشي، يعني بس تكسر وتضلك ماشي، والسيارات الرايحة والجاية. فشارع الموت أعتقد هيك رح تصير رائعة، فيها تعديل السيارات، فيها شيلات، وفيها سيارات بالطريق رايحة وجاية وما فيها حواجز، تمام؟ فهذا هو التحديث اللي رح نضيفه على شارع الموت. هسا زي ما تفاعلتوا معاي بهز الحديد وفجرتوا الكومنتات واللايكات وكذا، بدي اياكم هسا بنفس الشيء شارع الموت تحكوا لي انتوا كمستخدمين وكلاعبين لشارع الموت ايش حابين انه يكون فيها؟ اكتبوا تحت بالكومنت ايش حاب انه يكون في اضافات على شارع الموت، واعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم، نراكم بالفيديو القادم.